افشل شركه، شركه رايا، خدمه العملاء زي الزفت، اداره فاشله، اشتريت منتجات بقالي اكتر من 17 يوم حتى الان لم يتم استلام المنتجات. بلاش رايا، بلاش الاونلاين. الحقيقه في مشاكل كتيره يا استاذ سيد بخصوص الاونلاين وفكره الشركات وشراء الحاجات الاونلاين، لكن من الحاجات المهمه جدا انك لازم دايما تبقى عندك القدره على انك تحتفظ بكل المعاملات بتاعتك عشان ترجع لما تيجي تعمل شكوى او تعمل استرداد يكون الموضوع في صالحك. بخصوص خدمة العملاء، أنا هنا في الفيديو ده كنت بتكلم على خدمة العملاء الشغالين في البنك الأهلي. يعني أنا كشخص مقدم على شركة رايا أشتغل على أكاونت البنك الأهلي ككول سنتر، قالوا البنك الأهلي عملاء بيشتكوا أي مكان. في الحالة دي أنت هنا عندك القدرة على أنك بتشتغل في مكان كويس، ولكن أنا عارف أنت هنا بتتكلم على فكرة أنت كعميل ومتضايق، ولكن ربنا معاك. حاول بس أنك تتواصل مع الشركة وتبعت لهم ميل، تتواصل معهم بكل الطرق الممكنة، وربنا يكرمك وإن شاء الله تتحل المشكلة على خير. لو كده إلجأ للشكوى في هيئة حماية المستهلك، ممكن إنها تساعدك في حل هذا الموضوع.